في صبيحة كل يوم يطلع هذا الشاب على التطبيقات المحملة في هاتفه الذكي، يتعرف على أحوال الطقس قبل خروجه من البيت. هادو ليزابليكاسيون سحقوهم بزاف، كنو تصبح باغ اكزومبل نشوف ميتيو، باغ اكزومبل نشوف واش نلبس، الشتاء ماشي الشتاء. ثم يطلع على حال الطرقات والنقاط السوداء فيها قبل تنقله إلى العمل من خلال تطبيق آخر يوضح له الوضعية. جوجل مابس هذه مليحة بزاف، تساعدنا على السيركيلاسيون، تشوف هناك رايح باغ اكزومبل الوقت كيفاش تروح كيفاش تجي، تعرف الوقت دوكا. هي من بين التطبيقات التي يستعملها العديد من الأشخاص ويعتبرونها ضرورية في حياتهم اليومية. نشوف لي فارماسيان اون بليس ولا مفتوحين في الليل، المداومة كاين، هذا اللي كي تكون حاصل تاع لي طاكسي كاين، يعني كاين ما شاء الله، يعني تعيط لهم يجوا ليك وتسهل الامور. هذه هي امر يراه الخبراء بالقفزة النوعية التي عرفتها الجزائر في مجال الانترنت. لاحظنا انه ظهر جيل ثاني من التطبيقات، يعني هي تدخل يعني تساعد كثير الجزائري في حياته اليوميه. نقدروا نتكلموا على التطبيقات العالميه اللي عاد يستعملها الجزائري مثل جوجل ماب باش يشوف الطريق اللي فيها لونكومبرومون ولا الطريق اللي يجوز عليها الى اخره. هذه عاد تعاده يعني عند الجزائريين. تطبيقات محليه تنتج مناصب شغل محلية، وهم يعني شباب يعني أبدعوا في هذه التطبيقات. هذه التطبيقات سهلت حياة اليومية الجزائر، وهذا هو الهدف من التكنولوجيا. تطبيقات أصبحت أكثر استعمال لتسهيل حياة مستعمليها بقضاء حاجياتهم دون تعب أو ملل.